وطالعين النهاردة على الهواء مباشرة من هذا المكان الرائع من قلب القاهرة الإسلامية، من مسجد السلطان حسن ومسجد السلطان الرفاعي، هذه البقعة الساحرة من قلب العاصمة. ضيفي النهاردة هيكلمنا في حاجة جميلة جدا وحلوة جدا وطالما اشتقت إليها زي ما بيقولوا، وهو الطريق الصح. برحب بصديقي وحبيبي معز مسعود بعد غياب طويل. اهلا بيك يا معز، نورت 90 دقيقه. منوره بيك كالعاده، ربنا يخليك. كل سنه وانت طيب يا معز. بكره رمضان. سلام، وانت طيب. ايام جميله، واحنا متعودين دايما لو تذكر ان احنا نطلع مع بعض في رمضان ونتكلم عن اجواء رمضان واخلاق رمضان. هتستقبل رمضان ازاي؟ بركات رمضان، نفحات رمضان يا رب. كده الحمد لله ان احنا في رمضان. الحمد لله هستقبله يعني بالاحضان. ده بالنسبة لك زي ما بالنسبة لنا جميعا. عايز اقول ايه، معرفش تعبير دارج بيقولوه، ده موسم فرصة كده، فرصة لل الواحد لازم يقتنسها عشان يتقرب ويغسل كده قلبه زي ما انت دايما بتقول، مش تطهير القلب. كلمني عن الموضوع ده يا معز. فاكر يا معتز واتكلمنا في رمضان قبل اللي فات حتى عن تطهير القلب؟ صحيح. مع بعض يا رب ربنا يطهر قلوبنا ان شاء الله، وفعلا هي فرصة ان شاء الله، مش يعني يا رب تتكرر، وان شاء الله مش هتفوتنا وهنستفيد منها السنة دي يا رب. اتكلم عن نفسي واملي للكل. انا غالب عليا السنة دي بدخول رمضان من امبارح الحقيقة لحد دلوقتي. في آية بتغلبني فعلا من امبارح بالليل، حتى كنت مع ناس حبايبي فقلت لهم كده، ولسه الى الان هي غلباني. مش راضية تسيبني. والآية دي جزء من آية في أوائل سورة البقرة، وبالآخرة هم يوقنون. وبالآخرة هم يوقنون. رمضان شهر القرآن الكريم طبعا، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فطبيعي ان احنا هنقرأ القرآن، واللي لحق حاجة من التراويح هتلاقيه انه أدرك بداية بقى سورة البقرة بعد الفاتحة. هنقرأ ختمة بقى للي قادرين طبعا. فبسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. هو الواحد قبل ما يكمل حتى بقف علشان أعمل الحاجة اللي أنا هتكلم معاك عنها واللي أنا نفسي أعملها طول الشهر. إن أنا أستحضر في قلبي إن ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم. يعني كلمة حتى وأنا بقولها حاسس إن أنا ما قلتهاش بحضور كفاية. شوف، أنا بتكلم عن الحضور وحاسس إن حضوري مش كفاية. تستحضر في قلبك كلام ربنا. نعم، ومعية ربنا، وإن هو معايا. وجود ربنا وحب ربنا، وإنه ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيتكلم. أحيانا بنقرأ القرآن، أنا بتكلم عن نفسي تمام، يعني في الخلفية لا شك عارف إنه ده كلام ربنا سبحانه وتعالى، يعني كلنا عارفين، بس ما بتتعداش الحالة الذهنية دي، معلومة محفوظة. فاهم قصدي؟ طبعا حافظها يعني. عارفها بس ما حصلش تعمق في الوجدان، ما عشتهاش. ما عشتهاش بكلياتي، بكل حاجة فيا. عارف قصدي؟ العلماء يقولوا الذوق، ما دقتهاش، ما تذوقتهاش، يعني ما بقاش في تذوق ليها لسه. واحيانا نقرا القران، وده املي لنفسي وللكل السنة دي يا رب، ونعيشها. نعيشها كل حاجة. المشكلة انه الآية الواحدة لما بتتعاش، آية واحدة بس لما بتتعاش ما بتعرفش تعديها. ما بتعرفش؟ لا، دي حاجة ثابتة عن كل، عن النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، وعن كثير من الصحابة والتابعين، وإلى يومنا هذا من الصالحين. ما هو زي ما قلت لك، هنقرأ يا مفتوحة يا قلوبنا مقفولة. القرآن دايما هو القرآن، لكن إحنا قلوبنا مش دايما مفتوحة. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ولا القلوب دي عليها الإقفال، اللي قفل عليها بالفعل، كان يقول لك قفل الشيء يعني قفل الإقفال. القلب ممكن يتقفل، واحنا في رمضان قبل اللي فات مع بعض لو تفتكر اتكلمنا عن ايه اللي بيفتح القلب، اتكلمنا عن قسوه القلب وعين رقته، ازاي يرق. اهو دلوقتي بنتكلم عن قفلته وفتحته. لما بيتفتح ايه واحده جديره وكفيله بانها توقع انسان، توقعه او على الاقل تلاقيه قاعد عمال يكرر فيها. فيروى عن سيدنا محمد صلى الله عليه واله وسلم ان هو قام الليل كله مثلا بيكرر ايه، إن تعذبهم فإنهم عبادك، سورة المائدة. وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، طول الليل
مش دقيقة ولا دقيقتين ولا عشرة، لا ده ساعة وساعتين وثلاث ساعات وأربع ساعات. في حاجة حصلت أكيد علشان الآية تبقى مفتوحة. هو سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، فلا شك إن هو قلبه دايما مفتوح، ده القرآن بينزل على قلبه فإنه نزله على قلبك طبيعي، لكن إحنا بيقفل وبيفتح. فردا على سؤالك بتاع هنستقبل رمضان إزاي السنة دي، أنا أملي إنه قلبي يتفتح. حلو قوي. إحنا كل سنة يعني ما هياش من باب الصدفة أو المفاجأة إن إحنا نستقبل هذا الشهر الكريم، إحنا عارفين توقيته تحديدا يا معز. وبرضو احنا من شويه كان في تتر البرنامج منظر الكنافه والقطايف والمأكولات الشهيه، وانا عارف انك انت دايما ما عندكش مشكله مع اي شيء من هذه الشهوات طالما حافظ الانسان على علاقته بخالقه سبحانه وتعالى. لا عايز اقوله، طب احنا خلاص عرفنا ان رمضان بكره، ازاي ممكن، ايه الجديد السنه دي، ايه اللي احنا ممكن نستفيد بيه في التقرب الى الخالق؟ حلو قوي يا معتز، ان احنا السنه دي انا بقترح يعني على نفسي وعليك وعلى اي حد من حبايبنا بالظبط، ان احنا ننوي ان احنا السنه دي تتفتح قلوبنا ونبقى نبقى عندنا شيء من اليقين. اليقين يعني عايز ان احنا ننتقل من مرحله ايمان التصديق، احنا مؤمنين الحمد لله، الحمد لله، ومصدقين الحمد لله بالله وملائكته وكتبه ورسله وكل ده واليوم الاخر الحمد لله والقدر، عندنا الايمان، لكن ان احنا ننتقل من المرحلة دي الى مرحلة اليقين، ان احنا موقنين بالحاجات دي. خلي بالك يا معتز، الحاجات دي لو احنا مستحضرينها بجد واليقين في قلوبنا هنتعامل معاها تعامل تاني، فلو تعاملنا ما تغيرش يبقى احنا لسه ما ايقناش. فالحاجة الجديدة لو انصح اللفظ يعني هي حاجة قديمة يعني، والصحابة والتابعين كل الناس عاملينها من زمان، نفسنا احنا كمان نلحق بهم يعني ونبقى فيها، ان احنا نبقى من الموقنين، يبقى عندنا يقين جوه قلوبنا. هديك مثل يعني هو طيب نجيبها بطريقه تانية، انت دلوقتي بتتكلم عن الكنافه وعن الحاجات دي وقصدك انه الشهوات موجوده والحلال منها وبعد الفطار وكل حاجه والحاجات اللي هنتفرج عليها والمسلسلات او المسلسلات انها ممكن تسلسلنا ربنا يستر، يعني زي ما انت قلت كل حاجه عايزه توازن. دي كلها حاجات موجوده ومطروحه، بس الفكره كلها انه ممكن الشيطان قبل ما يتكل بالسلامه، هو اتكل دلوقتي، انت عارف مرضت الشياطين الكبار بيصفضوا وبيتربطوا، يعني ما بيبقاش ليهم دور في رمضان في اغواء النفس. بتبقى بقى نفوسنا اللي لسه عايزه يعني تزكى شويه هي اللي بتغلبنا، وساعات الشياطين الصغيرين على بعض الاقوال. الشياطين المفروض يعني اعذرني على التعبير يعني هم يعذروك بياخدوا اجازه في رمضان ولا بيتحبسوا في رمضان؟ لا بيتحبسوا بيتحبسوا بيتسلسلوا برضه بيتسلسلوا، فهم لما بيتسلسلوا بيعوزوا يسلسلونا. يعني بيبقى عايز يسلسلنا من قبل وهو خلاص هيتربط، بيبقى عايز يربطك 30 يوم او 29 يوم علشان لما يطلع يلاقيك متظبط، يلاقيك ما استفدتش بالفرصه. تمام. هو لادراكه الشيطان نفسه ابليس اعوذ بالله منه والشياطين الكبار اللي معاه مدركين كويس جدا حقيقه الحياه الدنيا يا معتز. الحياه الدنيا لها حقيقه على فكرة، حقيقة، الحقيقة دي إنها ثانية وإنها بتمر وإنها بتغر وإنها ممكن تغر الإنسان، فلا تغرنكم الحياة الدنيا وتخلينا عايشين من شهوة إلى شهوة ومن لذة إلى لذة، ونبقى بنتحرك تحرك بالعرض كده مش بالطول، مش بنرتقي من شهوة لشهوة ومن أمل لأمل، ومش بنفكر في الآخرة خالص خالص. ده اللي سميناها الغفلة الجماعية مع بعض زمان طبعا. عكسها وبالآخرة هم يوقنون، مش كده بتكلم عن اليقين النهاردة. فدي نقطة مهمة جدا، حقيقة الحياة الدنيا إنها فانية وإنها ممكن تخلص النهاردة بالفعل أو بكرة أو بعد، وإنه مش شرط أستمر الاستمرار اللي أنا متوهم إنه هو يقعد ده كله طبيعي. ده حتى بدأ المؤلفين المخرجين في الزمن ده يحاولوا يوصلوها، منهم ناس كتير عملوها في فيلم الميتريكس زمان. اكيد عارفه المشهور، الفيلم الاجنبي المشهور الميتريكس. بلغني مؤخرا ان كريستوفر نولان عملها في انسبشن، الفيلم اللي مكسر الدنيا في العالم ده دلوقتي كله. ايه الفكره دي وليه اصلا عندنا احنا اصلا في سوره المؤمنون؟ المعنى ده ايه؟ هي مش انت لما بتبقى في حلم بتحس ان الحلم بيطول جدا جدا جدا، وممكن تبقى جوه حلم وتقعد جواه 10 سنين مثلا، تحس ان انت كبرت وعجزت وخلفت ومريت باحداث كتيره جدا. مظبوط. واول ما تصحى تكتشف ان الحلم ده كان دقايق، او على قول بعض العلماء الطب وغيرهم النفس ثواني. بتبقى ثواني. طب الحقيقه كانت الصحيان اللي انت فيه ولا الحلم اللي كنت فيه؟ لا طبعا اكيد الحلم ما هوش حقيقه. اليوم الطبيعي بتاعنا هو اليوم الطبيعي طبعا. طب ايه رايك انه حقيقه الحياه الدنيا، ان الحياه كلها عامله هتبقى في الاخره هتبقى عامله زي حلم،
وهنبقى حاسين ان احنا كنا قاعدين سنين.